النهارده او كنت النهارده بنتكلم او سامعك بتتكلم عن ارسن فينجر. صحيح. ارسن فينجر ورايه في النادي الاهلي، ماذا قال؟ فينجر لعبت النادي الاهلي برضو لو عندك يعني. كنا طبعا استاذ محمود والاستاذ كريم كنا قاعدين مع وفد الفيفا او ضيوف الفيفا في نفس الفندق. اوكي. وحصلت حوارات كتير جدا. صحيح ما بيحبوش يصرحوا للاعلام الا بطرق معينه عن طريق الفيفا نفسه، لكن حصل بعض الحوارات الجانبيه حتى حضرها كابتن اسامه حسني ومهندس عادل القيعي واخرين مع فينجر وبعض نجوم الفيفا او ضيوف الفيفا. فينجر اتكلم على الاهلي بشكل رائع وقال ان هو تابع الاهلي في المونديال اللي فات. والله. وعاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان هو توقف قدام 2 من لعيبه الاهلي. تمام. ورشحهم بشكل واضح جدا للاحتراف في اوروبا. ياه. بل راهن ان هو يتالق في اوروبا. مين؟ ديانج وحمدي فتحي. اليو ديانج وحمدي فتحي. اوكي. بشكل واضح جدا ده كلام ارسن فينجر. كريم يتكلم على فكره البرازيل ونجوم البرازيل وفكره ان انت تبقى مسمع في بلد كبيره بقرويين زي البرازيل. شوف كلام ببيته عن الاهلي. استاذ ايهاب الخطيب مثلا، استاذ محمود مسلم من الكاتب الصحفي، مجموعه من الزملاء كنا وقفنا مع ببيته اكتر من مره في البطوله دي. ببيته كان حاضر احد ضيوف الفيفا وكان معانا في الفندق. وكان معانا في الفندق. الراجل يتكلم على الاهلي بمنتهى الجمال، واكد برضو ان هو شاف بعض الماتشات. صحيح ما مش حافظ بعض الاسماء ولكن عارف الاهلي. كافو، انا سالت كافو بشكل واضح جدا باك اليمين التاريخي للبرازيل عن محمد هاني. فهو عارف ان هو جاب جون. اوكي. قال لك اللي جاب قال لعب كويس، قال لعب كويس اللي جاب ده جاب جون. صحيح مش عارف الاسامي كويس، مش حافظ الاسامي طبيعي. لكن عارفين الاهلي ومتابعين الاهلي ونجاح الاهلي في الحصول على برونزيه للمره الثالثه والمره الثانيه على التوالي. ودي بتخلينا كابتن اسلام حكايه الثانيه على التوالي ديت نتوقف قدام حاجه مهمه جدا. موسيمان اللي بيحصل على البرونزيه للمره الثانيه على التوالي ودوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي مرتين ورا بعض والسوبر الافريقي مرتين ورا بعض. ده فاشل يا راجل، ما تقولش كده، ده راجل فاشل. ده امر بيستوقفني جدا. حتى كنت بتحدث مع بعض الزملاء، ازاي بيجي لنا قلب نصف مدرب انه فاشل في سير الانجازات دي؟ بالمناسبه انا ممكن انتقده في حاجات كتير وده حصل على فكره. انا قلت الكلام ده بقالي 3 4 ايام بقول نفس الكلام كده يا جماعه. من فضلكم ما عنديش مشكله ان انت تنتقد. انت تقول لي يا اسلام انت في بعض الناس ما بتحبش موسيماني، ما عنديش مشكله على فكره. تمام. انا انتقدته في بعض الامور الفنيه، لكن ان انا انتقده في الامور الفنيه ده حقك. لكن مشكلة. من فضل حضرتك برضو لو هو يعني وحش في بعض الامور الفنيه ومن وجهه نظرك، ولكن اذا جاب بطولتين افريقيا ورا بعض لازم نسقف له. اذا جاب بطولتين كاس عالم ورا بعض او يعني مدريتين ورا بعض لازم نسقف له. بالظبط كده. فانا كمان انا واحد يعني شاهد على تاريخ ان انا كنت الحمد لله شرفت بان انا اكون موجود مع المجموعه اللي خدت في 2006 3، فعارف ان الموضوع صعب ازاي. مش صحيح. مش موضوع مثلا بسيط. صحيح. ان انت تقدر تاخد ثالث عالم دي وهتاخد ميداليه ومش عارف ايه والكلام. ومنافس مختلف. نعم. والمنافس مختلف. ما بتلعبش حد من المدرسه بتاعتك دي، مش مدرسه محليه. واخد البرونزيه من فريق عملاق اسيوي عملاق. طبعا. فريق الهلال زعيم اسيا السعودي عملاق، فريق عملاق. ممكن ارد بس على حاجه في الحته دي، ان هو طبعا كله هيقول يا جماعه الحالتين طرد فات يعني اثروا على اداء الكوره مليون في الميه. معلش معلش مليون في الميه اثروا. بس هقول بس حاجه يا كابتن اسلام، اول 12 دقيقة. أيوة. لو قبل الطرد الأول كله كان خلاص 1-0. كلنا قلنا 1-0 للنادي الأهلي وفي فرصة الوحيد. لا وفي فرصة مؤكدة ضايعة. صحيح. اللي عايز أقوله إن برضو طبعا النادي الهلال نادي كبير جدا. طبعا. بنتكلم على النادي اللعيبة اللي إحنا كسبناهم 4-0 دول تمنهم نص مليار جنيه، مليون في المية. طبعا. ودي حاجة إحنا نفتخر بيها. حتى لو الطرد يا كابتن إسلام، ما هو أنا دي كورة. ده نلغيه يعني من القانون ولا إيه؟ فاهم أنا. بالظبط. يعني الناس بتتكلم، يعني أنا دلوقتي داخل أضربك. أيوة. أنا داخل، لا ده أنا داخل أكسر رجلك. بالظبط. دي فيها مجامله حكم. يعني هي لو رجله مش لو رجله ثابته. أيوة. أيوة. مش عامله كده. مشكله كبيره. فيها كاس. الكره الثانيه انا كره هناك وانا بضربك هنا، طب اعمل ايه؟ اقول لك زود لعيب كمان. أيوة. ولا اطردك؟ قانون، اطبق القانون.